بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اربع حاجات اللي هي الامكانيات العامة لبرنامج الـ Human Resource System، تشغيل البرنامج او ازاي شغل البرنامج لاول مرة، ربط برنامج الـ Human Resources او الـ Personnel بالـ Time Attendance ببرنامج الـ Time Attendance، ومجموعة الـ Security او الـ Security Setup. هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن الـ Transaction List او قائمة الـ Transaction. وقائمة ترانزاكشن او قائمة الحركة هي حركة العمل اللي بيقوم بيها موظف الـ HR، وازاي السيستم بيوفر له عمليات ادخال بطريقة بسيطة وسهلة، وازاي بعد كده يقدر يتابعهم. اول حاجة في الترانزاكشن اللي هي الـ Employment History، الشاشة دي اللي بثبت من خلالها التاريخ الوظيفي للموظف او ما قبل توظيفه في الشركة الحالية. الشاشة البيانات اللي باخدها منه هو من الشاشات اللي اوتوماتيك سيريال، او السيستم هو اللي بيبقى مسؤول عن السيريال الخاص بيها. بنسلكت فيها اسم الموظف لانه اوريدي اتعدى قبل كده، بنقول ايه هي الشركة اللي كان شغال فيها، كان وظيفته فيها ايه، اشتغل من الفترة كذا للفترة كذا، وان كان في ترمينيشن او كان في فصل كان الفصل ايه، واي كومنت. بيبتدي الموظف من خلال الشاشة دي يضيف البري امبلويمنت هيستوري او التاريخ الوظيفي السابق لكل موظف من الموظفين الحاليين عنده في الشركة. تاني حاجة السيستم بيقدمها لمتابعة المستندات او متابعة الشغل الخاص بالـ HR هو التريننج هيستوري. من خلال الشاشة دي بسجل ان نوع السيرتيفيكت نيم او نوع الشهادة اللي الموظف خدها، المكان بتاعها، هي اتخذت من فروم لتو، يعني الفترة بتاعتها بدأت امتى وانتهت امتى، استلمها امتى السيرتيفيكت ديت، هو اذا كان طريقة الدفع الموظف دفع جزء والشركة دفعت جزء بيتحط المبالغ هنا، اتقدمت ولا لا، او كان في اي كومنت عليها. هتظهر هنا اول اوبشن اضافية في السيستم اللي هي الزرار اللي موجود قدامنا ده اللي هو اسمه add to reminder. السيستم من الامكانيات الكويسة جدا الموجودة فيه موضوع الريمايندر، ان ممكن لما كليك على ديت من الديتس دي يقول لي ضيفها للريمايندر، والريمايندر ده مجموعة ايفنت، شاشة بتبقى مسؤولة عن مجموعة الايفنت دي، والسيستم بمجرد ما هفتحه هيقول لي انت عندك ايتم او اتنين او تلاتة مجموعات للريمايندر. بمجرد ما بكليك عليها هو هنا بيحذرني، بيقول لي ان التاريخ اللي انت بتتكلم عليه ده، وانا او التاريخ اللي انت عاوز اعملك ريمايندر هو تاريخ سابق مش تاريخ مستقبلي، فانت متأكد ان انت عاوز اعمل الريمايندر ده، لانه هو مش هيطلع، هو هيتضاف في الريمايندر ايتم بس مش هيطلع، لان الريمايندر بيعتمد على ان التاريخ اللي هيتعمل فيه ريمايندر او اللي هيظهر فيه ريمايندر يكون تاريخ مستقبلي. هقول له يس بس عشان تشوفوا شكل الريمايندر هيبقى عامل ازاي، او شاشه الريمايندر دي عباره عن ايه. السيستم اوتوماتيك كتب الريمايندر، يعني نوت او كتب هو اوتوماتيك الريمايندر، قال ان الموظف كوده كذا، اسمه بالانجلش، البيريود اللي هيشتغل عليها او اللي هيظهر فيها اللي هو تريننج بيريود، عشان انا واقف في شاشه التريننج. هو الريمايندر اوتوماتيك بيكتب الكلام ده بناء على الشاشه اللي شغال فيها، وبعدين مين اليوزرز اللي على السيستم اللي هيشوفوا الريمايندر ده. انا ممكن ابعت الريمايندر سكرين او التكست اللي مكتوب او النص اللي اتكتب ده يتبعت لمين ولمين ولمين اللي موجودين عندي على السيستم، او ممكن ان انا ابعتهم للاول يوزرز كلهم اللي موجودين على السيستم بان انا اضغط مره واحده هنا فيقوم ظاهر لي كل اليوزرز اللي موجودين على السيستم. اقدر اغير من الافكتف ديت دي، ده هيظهر لي الريمايندر ده يوم كذا، ده يوم كذا، ده يوم كذا، على زي ما انا عاوز بكنترول عليها من المكان ده. من الحاجات برضو اللي بيتابعها السيستم الفاكيشن ترانزاكشن او حركة الاجازات، برضو من المستندات اللي في السيستم اللي بيتابع السيريال بتاعها اوتوماتيك. بضيف اسم او بسلكت اسم الموظف، بختار اسم الموظف، بختار الاجازه، واقول هي تبدا من امتى وتنتهي امتى، وبرضو نفس الاوبشن بتاعت الريمايندر اقدر
اكليك على بداية الاجازة لو عاوز اعمل ريمايندر للموظف ده يفكرني، او نهاية الاجازة يفكرني بنهاية الاجازة، واوتوماتيك السيستم بيحسب الدايز الديفرنت او اللي هو الايام الفرق ما بين الستارت وما بين الاند بتاعة الاجازة. من الحاجات اللي بثبتها برضو في السيستم بشتغل عليها البنالتي. البنالتي شاشة مبنية على جزئين، الجزء الاول هو ان انا ابني البنالتي في السيت اب زي ما اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت بطريقة صحيحة، واقول البنالتي ده يعني الريبتيشن بتاعه او تكراره في الكيس نمبر واحد، لو اتكرر المرة الاولى هيبقى ايه الوضع، لو اتكرر مرة تانية هيبقى ايه الاكشن اللي هيتاخد، لو اتكرر مرة تالتة ايه الاكشن اللي هيتاخد. السيستم اوتوماتيك هو اللي بيعمل البروسيدجر ده، او هو اللي بيعمل الاجراء ده، هو اللي بيحسب عدد الريبيتيشن بناء على الديد نفسه بتاع البنالتي. وفي البنالتي في اوبشن ان انا ريبيت الكلام ده في بيريود قد ايه، لكل ايتم من الايتمز بتاعه البنالتي ليها بيريود للريبيتيشن. يعني على سبيل المثال ان اول فتره كانت واحد في من شهر واحد، يبقى من شهر واحد لشهر ستة لو انا مدي مثلا البيريود دي 6 شهور، لو ان هو كرر نفس البينالتي او نفس الايفنت ده الحدث ده عمله اكتر من مره هياخد بينالتي، هو نفس البينالتي مثلا نمبر 6 ده هياخده في خلال 6 شهور. بعد 6 شهور يبتدي السيستم يعد عدد من الاول، او يبتدي يعد الريبيتيشن بتاعه، يبتدي العد بتاعه يحصل من الاول من خلال الشاشه دي. يبقى انا كده اثبت البينالتي. الايتم بتاعت الميديكال دي اللي بثبت فيها الحالات العلاجيه، بقول الموظف عندي بسلكت الموظف، بسلكت الحاله العلاجيه اللي هو فيها، الديسكريبشن بكتبه ولو كان فيه، وطبعا بدات وانتهت امتى، والدايز بتاعتها قلنا برضو تحسك اوتوماتيك، ونفس الاوبشن بتاعت الريمايندر. الامبلويمنت سوري او الامبلوي داتا تشينج، الامبلوي داتا تشينج بثبت فيها في الحقيقه حاجتين، تغييرات المرتب بتاعت الموظف وتغييراته على مستوى الادارات في الشركه نفسها، هو انتقل من وظيفة كذا لوظيفة كذا، او انتقلت من ديبارتمنت لديبارتمنت، من قسم لقسم، بتتثبت كلها هنا في ترانزاكشن، وبتبتدي وبيبدأ السيستم بعد كده في متابعة كل الكلام ده بشكل هيستوري، هنشوفه في الشاشة اللي هي اسمها فيو اول امبلوي دوكمنت، هنشوف كل الكلام ده بشكل هيستوري هيبان بشكل اوضح. الحاجة التانية او الاوبشنز الوظيفة اللي بتميز شويه السيستم، ان اقدر هنا اديزاين تمبلت كامل للجوابات اللي موجوده عندي، الجوابات الرسميه اللي بيقدمها موظف الاتش ار او اللي بيقوم عليها. كمان الجواب عشان يقبل ان هو يشتغل مع اكتر من موظف، فكان لازم نعمل فكره اللي هي الفيلد باراميتر دي، ان هو يبقى انا ما بقاش عارف عندي مين الموظف او اسم الموظف، فانا بكتب الكومنت ده جوه الجواب بنفس الشكل، ما بقاش عارف الجوب بتاعه، ما بقاش عارف مثلا employment date اللي هو تاريخ تعيينه، الجروس سالاري اللي انا عاوز اذكره جوه الجواب، فبكتب الكومنت ده جوه الجواب، وببتدي لما اجي اطبع التمبلت ده او ابتدي اطبع الشكل ده من الجوابات، هنا البودي بتاع الجواب، هنا الهيدرز نفسها لو انا عاوز الهيد يظهر في اليمين او في السنتر او سوري في الليفت الشمال او في السنتر او في اليمين، بديزاين الجواب بالشكل ده، وبعد بديزاين احنا هنا مثلا عاملين على المثال نوعين من انواع الجوابات، وهنشوف بعد الديزاين ده انا هقدر اطبعهم وايه اللي هيحصل لما اقول له اطبع لي من الموظف كذا للموظف كذا على عدد معين من الموظفين، هنشوفها في الريبورتس ازاي بيقدر يبدل الكومنت ده جوه الجواب او في اي فيلد من الفيلد دي، يقدر السيستم يفهم ويترجمه على اساس ان الجواب يطبع لاكتر من موظف، هو تمبلت ثابت او شكل ثابت، وانا بشيل الحاجات المتغيره وبدلها زي ما قلنا بالنوتس او بالبارامتر دي، وهو السيستم هيفهمها ويبدلها لوحده. ده موضوع الليتر ديزاين. الليتر ترانزاكشن هي ازاي اتابع
الجوابات دي، فان انا بقول ان فلان الموظف عندي خد جواب ايه في الفتره كذا، فبيبتدي عندي هيستوري اقدر ساعتها اقول مثلا ان على سبيل المثال الموظف سامح خد عندي ثانكس ليتر يوم 20/11، اقدر من هنا اطبع الجواب ده. هنشوف حتى جوه الجواب بقى حكاية البرامتر اللي هي او الحاجات اللي اتعمل لها ريبليس، المرتب بتاعه اتعمل له ريبليس، اسمه حتى اتعمل له ريبليس في الجواب ساعة ما قلنا له تو في الثانكس ليتر، كل الكلام ده اتبدل، وده بيبقى شكل الجواب. الهيد بتاعه ممكن يتساب فاضي بالشكل ده عشان يطبع على ورق الشركة الرسمي، اللوجو بتاع الشركة والحاجات دي كلها. بيبقى بقى في عندي هيستوري للموظف، انا خد جوابات كذا وكذا وكذا، اي نوع من انواع الجوابات اللي انا اصلا بعمل لها ديزاين من خلال السيستم بحرية. بيبقى كمان عندي هيستوري الجوابات دي كانت ايه وفي تواريخ ايه. هنا في الشاشة دي بتاعت الفيو اول امبلوي دوكيمنت بجمع كل الداتا اللي احنا دخلناها قبل كده، اللي هي الامبلويمنت هيستوري، التاريخ الوظيفي، التريننج، الفاكيشن ترانزاكشن اللي هي حركه الاجازات، حركه البنالتي، حركه الحركه الطبيه او العلاج الطبيعي بتاعه، التشنجز اللي حصلت في مرتبه وحصلت على مستوى الديبارتمنت، كلها بجمعها في الشاشه دي وبتبان كلها. مثلا ايه هي البري امبلويمنت هيستوري او الحاجات الوظائف اللي كان اشتغلها قبل كده، التريننج اللي خدها، الفاكيشن، كلها بتبان هنا. وان الموظف ده كان تعيينه شكله كان عامل ازاي، وايه هي الديبارتمنت وكان مرتبه شكله كان ازاي، ولما بتطبع عندنا بالشكل ده، بتبدا اولها بالاورجنايزيشن تشينج او التدرج الوظيفي، كان على في يوم اخر تدرج وظيفي كان بياخد مرتب قد المرتب مثلا على سبيل المثال، والترانسبورتيشن بتاعه، السالري جريد بتاعه كان كذا، الجوب بتاعته بوصفها كلها، التواريخ بتاعتها بتبقى ديسندنج او تبقى من اخر تاريخ لاول تاريخ هو تعين فيه عندي. وبيكمل الريبورت ده في ان انا بقول لو كان في حركه اجازات بتنزل برضو زي ما كانت نازله التدرج الوظيفي، حركه الجزاءات، بيبقى لامم كل الشغل اللي اتعمل للموظف، العلاج الطبيعي، التدريب، كل ده بيبقى لمه في ترانزاكشن زي ما شفنا في الشاشات اللي فاتت لما عملنا لها داتا انتري، هتبان كلها في الريبورت ده، اقدر اتابعها بشكل مفرد او بشكل مجمع زي في الشاشه بتاعه الفيو اول امبلوي دوكيمنت. التاب اللي اسمها الامبلوي فايندر، الشاشه اتعملت في السيستم عشان اقدر اسيرش على الموظف او على الموظفين اللي موجودين عندي في الشركه باكتر من فاسيليتي واكتر من مجموعه. ممكن اسيرش من موظف لموظف بكوده، بالكود اقول مثلا انا عاوز اسلكت على اول 5 موظفين واقول له سيرش، واقول له اطبع لي كل البيانات اللي موجوده بتاعت على اول موظفين، حولهم لاكسل فايل. تمام، ممكن ما حددتش خالص الموظفين، بس اجي مثلا اقول له ان انا عاوز الناس اللي اتعمل لهم ترمينيشن من اول 1/2014 لحد اخر 2014 مثلا، السنه كلها، واقول له هات لي التيرمينيشن، دور لي. هيقول لي المجموعه دي هي مجموعه التيرمينيشن، اقدر احول المجموعه اللي قدامي دي كلها بتتحول لاكسل فايل. فانا في الشاشه دي انا بسيرش على مجموعه من الناس ليهم اكتر من فاسيلتي او ليهم اكتر من شكل، ممكن ادور عليهم، ادور بكود الموظف، بالسيكشن، بالديبارتمنت، بالسبيشاليزيشن بتاعه، بالجراديويشن، التخصصات بتاعته، واللي هو بالشهاده الميلاد او الشهادات بتاعته، الميليتري ستاتيوس دي كلها سيلكشن فروم وتو. وكمان في اوبشن ان انا ممكن اسلكت فروم بس، في معناه ان انا بحدد حاجه معينه، يعني هات لي كل الناس اللي اتعمل لها ترمينيشن، عشان احنا معلمين هنا على الترمينيشن ديت، اللي في موجودين في الاتش ار بالتحديد، وهقول له سيرش، فقال لي مش موجود اي حد في الاتش ار اتعمل له ترمينيشن في الفتره دي. ممكن اقول له مثلا اللي اتعمل له في الكواليتي مثلا، برضو هي معناها كده ان مفيش حد اتعمل له ترمينيشن في المجموعه دي في خلال السنه، لكن هنا في المانجمنت مثلا ظهر لي 2، لان انا بحدد له سيكشنز معين. تمام، لكن لما اقول له فروم تو، فانا بقول له مثلا من المانجمنت تو
وليكن الاي تي، قال لي هي نفس المجموعه. لما هاجي اقول له مثلا من الاول للاخر كاني بقول له بالظبط هات لي، كاني بسيبهم فاضيين او بقول له هات لي من اولهم لاخرهم، من اول السكشن لاخر سكشن. فبتفيدني جدا في ان انا اقدر اطبع عدد كبير جدا من الاكسل فايل. كان موظف الاتش ار كان بياخد وقت طويل جدا في ان هو يجمع الداتا دي كلها، الشاشه دي بتفيده في ان هي بتلم له كل الداتا دي في وقت اسرع بكتير وتحولها له الاكسل فايل من خلال البارامتر اللي موجوده المختلفه اللي ظاهره قدامنا. الريمايندر مسج اتكلمنا عليها قبل كده، الشاشه دي وشفناها موجوده في اكتر من شاشه من الشاشات اللي موجوده، وقلنا طريقه استخدامها، وانا بقدر اكنترول عليها هنا بايديت فيها من خلال الريمايندر مسج زي ما انتم شايفين. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الريبورت ليست.